يا صباح الاشراق والتفاؤل، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بوكيمون الترا سان شايني راندمايزر نازك تشالنج على قناه بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبعم، وهنكمل النهارده رحلتنا في اقليم الولا المشمس جدا جدا. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا نعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه، لو عجبكم محتوى فكره قناتنا يا ريت يا جماعه ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي حاجه محتوانا. والحاجه الثانيه هي ان احنا طبعا بنراجع على فرقتنا اللي هي حاليا مكونه من بوكيمونات عايزه تعمل لها هيلينج بالمناسبه، معانا جوكر السوامبيرت، معانا سامر التشاريزارد، بوكي فان زون السيربيرير، سلطان الميجا ماتجروس، هايتن التراكيون، وطبعا سعد 1980 الجانجار. يعني الحقيقه فرقه جامده جدا، خصوصا ان احنا معانا الفاير ووتر جراس كور. يعني احنا بنسمي الثلاثي ده فاير ووتر جراس لانه حرفيا ميه ونار وعشب، وده دايما بيساعد جدا جدا في مواجهة المباريات بشكل عام. عندك تغطية جامدة جدا على اغلب الانواع بتاعت البوكيمونات، وطبعا عندنا كمان ستيل ده جامد جدا. كان معنا دراجن سابقا، يعني دلوقتي هو كيرنو بيستريح في البوكس، ولكن ممكن في يوم من الايام نرجعه تاني لفرقتنا. انا خلي هايتن في مقدمة الفريق النهاردة، واحنا مفروض نروح على المكان اللي متعلم لنا فيه الخريطة في الشاشة السفلية دي. اعتقد الطريقة اللي هنروح له بيها هتبقى من خلال التحويلة دي او الطريق ده عفوا. وطبعا ده روت جديد، وده معناه ان احنا هنبدأ حلقتنا النهاردة على طول بانكاونتر جديد. فتعال نشوف هل هيطلع لنا حاجة شايني ولا لأ. سبحان الرحيم، هيطلع لنا أرمالدو مش شايني، فنعمل ري انكاونتر، نجرب محاولة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هل هيطلع لنا شايني. طبعا الشايني ده هيتسمى على اسم أحد متابعينا اللي بيسيبوا لنا تعليقات في كل الفيديوهات بتاعت بوكيمون الترا سان شايني راندمايزر نازلوك تشالنج. فياريت يا جماعة ما تنسوش انتوا كمان تعملوا لنا تعليق النهاردة على الفيديو بتاع او على الحلقه بتاعت النهارده. اعتقد سيكريت سورد مش هتموت السبريتسي دي، هي فيري تايب طبعا، فهتقدر تتحمل الهجمه، وكمان هتعمل علينا دريننج كيس تسترد معظم الاتش بي اللي هي عملته علينا الاتش بي اللي احنا قللناه لها. فاحنا هنجرب على طول نرمي، لو معانا الترا بولز شكل كده معيش، كان ممكن ارمي كويك بول طبعا كالعاده، انا بنسى انتوا عارفين. معايا الترا بول، معانا 10 الترا بولز، فهنجرب الكورة دي إن شاء الله. إن شاء الله تمسك سبريتسي دي، وأدي هزة، وأدي التانية، وأدي التالتة، وبالفعل أمسكنا بالبوكيمون ده. وده معناه إن إحنا هنسمي سبريتسي دي على اسم وليد خالد. وليد، أظن أنت سبسكرايبر جديد، أول مرة أشوف اسمك، برحب بيك طبعا، وبرحب بكل الناس الجديدة على قناة بوكيمونيان، منوريني ومرسي لدعمكم، متشكر جدا جدا لدعمكم، ويا رب اقدر دايما اقدم لكم محتوى يساعدكم. فادي وليد، ولكن هنبعت وليد دلوقتي للبوكس. سبريتسي بيتطور لبوكيمون اسمه اللهم صل على النبي اروماتيس، واروماتيس بوكيمون فيري تايب اتقدم لنا في الجيل السادس، مش من اقوى البوكيمونات ولكن بالتاكيد مش وحش خالص خالص خالص. طيب احنا شايفين عندنا هنا دبل باتل، وروتوم ادالنا قوة اللي هي الماني فلوث فلوث، فاحنا هنخش الدبل باتل دي ضد الولد واخته، دول بيلعبوا تقريبا كرة ريشة. وبما ان طبعا احنا بنسجل الصبح، فانا لسه بشرب القهوة بتاعتي. طبعا انا بحاول دايما ان اسجل فترة الصبح، احنا في الولا في بوكيمون الترا سان، الترا سان يعني اجيب لك شمس اكتر من كده منين؟ مش عارف. عموما ادي بوكيموناتنا ضد للأسف اتنين بوكيمونات مش اقوية قوي. دي مشكلة في لعبة او في الالعاب اللي احنا بنستخدمها دي، هحكي لكم عنها حالا لما اختار بس الهجمات بتاعتي الاول. ممكن اعمل سيكريت سورد على شالوس، واعمل شادو بول على باتلل. المشكلة ايه هي بقى متابعينا الحلوين؟ هو ان انا بخلي الليفلز بتاعت البوكيمونات بتاعت المدربين اعلى من العادي، بس المدربين المهمين زي ما انتم فاكرين جوزما اخر مرة كان فريقنا 36 و35 و34 وفريق كله 39، انما دلوقتي الدبل باتلز بالذات اظن بحس بيبقى فيها دايما الليفلز بتاعت البوكيمونات اقل من العادي،
ولكن كذلك في العادي بيبقى الليفلز بتاعت البوكيمونات اقل في برا المباريات اللي هي المهمه دي. فمش عارف طبعا ده انكاونتر تاني. كان نشوف كان ممكن يطلع لنا بولدور طبعا ماتاهان لو انتم فاكرين كان معانا في سلسله اكس واي او يعني اكس شايني راندمايزر نازلوك. طبعا لو عايزين تشوفوا السلسله دي هسيب لكم رابط تشوفوا اول حلقه بعد ما تخلصوا الفيديو ده طبعا. و تعالوا نكمل. ممكن نشغل ريبل بالمناسبه علشان ما نقعدش كل شويه نقف لان احنا كده كده خلاص اخذنا الانكاونتر بتاعنا من الروت ده. في تي ام هنا. لا ارجع لي ارجع لي بسرعه ان شاء الله التي ام دي تطلع. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ساني داي مش عارف اقول ايه والله العظيم. يعني انا حزين انا حزين. تعال شوف المدرب ده بيقول I challenge you to a battle. I accept. انا موافق. جماعة بحب بوير قوي. بحب بوير جدا جدا جدا. بصراحة الولا قدمت لنا انواع بوكيمونات كتير يعني مثيرة للاهتمام نقدر نقول كده. بوير واحد منهم. ميميكيو برضو برضو بوكيمون جامد جدا جدا ومميز جدا جدا. عندنا مين كمان؟ بوكيمونات مميزة من إقليم ألولا. براكسش. معنى براكسش يعني شكله وحش جدا بس مميز. جلايسوبوت طبعا جلايسوبوت بعشقه. فيعني المهم الراجل ده هيقول اعتذر للبوير بتاعه. As you wish master. مين بيدرب مين؟ My master says that you have proven your strength and worthy of learning one of his many moves. هيقدر يعلمنا هجمة. ايه بقى الهجمة دي؟ سبور مش وحشة خالص. سبور ممتازة ولكن باي باك ما اعتقدش ان بوكيمونات كتير بيتعلموها بس اكيد اكيد اللي متأكد منه انه تراكيون واحد من البوكيمونات اللي بيتعلموها. سبور جانجار. لا نعلمها الجانجار. يا جماعة سبور ليه بقى بقول عليها هجمة ممتازة؟ سبور 100% اكيرسي على انك تنيم البوكيمون اللي قدامك. فاحنا هنشيل كونفيوز راي دي خالص وهنحط مكانها سبور. الحقيقة يعني تي ام مش هجومية ما فيهاش دامج ولكنها بالتأكيد مفيدة جدا جدا. تعالوا نستغل البار بتاع الفلوث وهو شغال ونعمل مباريات ضد المدربين دول. بينما افكر لكم في سؤال حلقة النهاردة. يعني انا سألتكم قبل كده على انهي شكل من بوكيمونات كانتو اللي جاي لهم الولن فورم في لعبة سان ومون والترا سان والترا مون عجبكم اكتر. بس هسألكم المرة دي على كل بوكيمونات الولا. مين اكتر بوكيمون من الولا اجمالا بتحبوه؟ حاجة زي ميميكيو، حاجة زي ما قلنا كراب رولر برضو كراب امنبل تطوره، جلايسوبود. انا عارف ميريا سلسبيل بيعشق 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 جلايسوبود وانا كمان بصراحة وانا كمان. فده ان شاء الله بيكون سؤال حلقة النهاردة. هتلاقوه ان شاء الله لو ما نسيتش يعني في البيند كومنت تحت في التعليق المثبت. ما افتكرت في حد من البلاشيز وقع ولا حاجة. الحمد لله جت سليمة. ده مدرب برضو. لا ممكن نحلق له شوية. لانه في ايتم هنا الاول. تعال نشوف. بيج مشروم ممكن نبيعها مش حاجة وحشة قوي. وفي ايتم تانية ورا هنا خالص. كويك بول ممتازة. اوكي هنا هنوصل وهتقول لنا greetings trial goer let me check your collection of Z crystals. خلينا اتأكد ان انت مسموح لك انك تعبر. وهي بتهز راسها ومعاك الالكتريم Z. اذا تقدر تروح للجوستيوم او الجوست ترايل. ناخد جوستيوم زي ان شاء الله. هل ده روت جديد؟ روت 12 ده معناه انكاونتر تاني وبوكيمون جديد نقدر نمسكه. ولكن قبل اي حاجه هتقابلنا هنا طبعا اكيد هابو لانها هتدلنا رايد بوكيمون جديد. هتسلم علينا الاول. جريتينجز يا ببعم. يا هلا يا هابو. I was seeking you. أنا كنت بدور عليك. If you're going to travel about أولى أولى, you ought to do it while astride a Mudsdale. لو أنت عايز تتجول في كل جزيرة أولى أولى, لازم يبقى معاك Mudsdale. وهتسجل لنا Mudsdale على البوكي رايد بتاعنا. وده معناه إن إحنا نقدر نستخدم Mudsdale دايما لعبور مناطق معينة جدا. هتشوفوها دلوقتي.
يعني أسطح على الأرض معينة هي اللي ما نقدرش نعبرها غير بالماتس ديل ده. فإحنا هنفتح زرار الواي وهنسجل ماتس ديل على الزر السفلي من الدي باد وكده نقدر ننده لماتس ديل على طول. ولو دوست زرار البي طبعا هيقدر يجري. الأرضية دي بقى اللي أنا بتكلم عنها مستحيل نقدر نعديها من غير ماتس ديل، لازم يبقى معنا ماتس ديل دايما. ناخد البرن هيل، يعني ايتم ممكن تفيدنا، ممكن تفيدنا. طبعا احنا الريبل ماكس ريبل لسه شغال معنا، فمش قادرين نقابل اي بوكيمونات جديدة لسه. الريبالنت دلوقتي مفعوله واثره راح. ممكن ننزل من على ظهر ماتس ديل بس بشكل كده قصير، وتعالوا نشوف هل هيطلع لنا شايني بوكيمون ولا لا على روت 12. سليجو، بعشق جودرا يا جماعة، بعشق جودرا. مشكلة جودرا بس ان لازم نطورها على روت يكون فيه مطرة، واظن ليفل ايه، ليفل عالي شوية اكيد. قبل ما انسى اي حاجة لازم اجرب الكويك بول بتاعتي الاول. تعالوا ادي معنا 7 كويك بول. لا مش دايف بول. طيب معلش دوست بسرعة شوية فاللعبة قلبت ايه يعني بشكل عشوائي. ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، بس سليجو دي انا خايف يعني اعطس عليها اموتها. بس ليفل 32 واحنا ليفل 35. اجرب اعمل روك سلايد برضو. سليجو مش ضعيف قوي، سليجو مش ضعيف قوي يعني. بالراحة يا بالراحة يا تراكيون. راح الانكاونتر بتاع روت 12 وكل ده علشان البروف بيدوس بسرعة. طيب يعني انا لو هحاسب على حد فهحاسب على نفسي طبعا. يلا معلش خش في مباراة. انا بعيط جوايا دلوقتي، يعني في جوايا جزء بيبكي انهار، يبكي انهار. يلا معلش سويمر يوكو واسمه ايه سايد سير لين معاهم ملواتا ودالي بيرد. ماشي ملواتا ممكن نهزم. بص بقى الليفلات هنا عالي التاني، حاجة غريبة قوي. لو عملنا سيكريت سورد على ملواتا هتبقى سوبر افكتيف، ولو عملنا سبور على الدالي بيرد لغاية بس ما نخلص السرعة دي. ايه السرعة دي؟ السر يا رب. الحمد لله جت سليمة، الحمد لله. دالبرد معاه انسومنيا، كويس جدا، يعني احنا مش هنعرف نعمل حاجة عليه الحمد لله. كويس قوي 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 قوي، يعني من كل البوكيمونات اللي اخترت استخدم عليها سبور اخترت بوكيمون معاه انسومنيا ما بيروحش في النوم اساسا. دالبرد هيعمل دريل باك، كويس قوي، مش كويس خالص طبعا انا بتريق. روك سلايد ممكن تفوت، فبس من باب الاحتياط احنا ممكن نبدل لأستاذ سلطان هنا ونعمل الشادو بول بتاعتنا على الداليبيرد علشان احتياط، بس احتياط احتياط. بصوا الاحتياط واجب لانه تراكيون هايتن دلوقتي الـ HP بتاعه قليل قوي. فاحنا نشوف الشادو بول هل هتبقى كفاية انها تخلص على الداليبيرد. كانش لازم قوي ابدل بس مش مشكلة. بصوا من خاف سلم، من خاف سلم، فالحمد لله جنجر اهو يوصل ليفل 6 ولا 35، ما لحقتش اقرا 35 تقريبا. وفي جميع الاحوال كده احنا انا اقدر نستمر. استنى عايزين نشغل الماكس ريبل لان احنا ضيعنا فرصتنا في الانكاونتر، وكمان يفضل ان احنا نعمل هيلينج. معانا 4 هايبر بوشن ومعانا واحدة بس مومو ميلك، معانا 5 سوبر بوشن. ممكن نستخدم سوبر بوشن ونكتفي بهذا القدر. ممكن نستخدم واحدة بوشن كمان كده، ايه يعني فول اتش بي الا حتة، ما يجراش حاجة. والمفعول بتاع الروتوم اختفى برضو، مفيش مشاكل. انا خدت بالي بقى من حاجة كده، استنوا لو انا جيت هنا. لا الارضيه دي اللي هي الحته اللي هي كانت مفتوحه ورا ده بنحاول نتفادى بيها المدربين، بس احنا عايزين برضو نكبر فرقتنا شويه، فاتمنى ما تكونوش زهقانين من ال
الترينر باتلز اللي احنا بنعملها في السكة بتاعتنا. حاولت والله يعني اتفادى المدرب ده، ولكن هو لف الزار في اللحظة المظبوطة جدا. ما يجراش حاجة، هنخش في مباراة ضد توينز ماثيو، مفيش غير واحد بس مش مشكلة. ريبومبي اوكي. ضد ريبومبي احنا معانا روك سلايد، ولكن هي كمان معاها مون بلاست ليفل 37 المرة دي. روك سلايد ان شاء الله تخلص عليها ان شاء الله. افويدد على طول على طول. بص تخيلوا بقى ايه ده كان حصل في الماتش اللي فات، والديليبرت كان اسرع من الجانجر بتاعنا وخلص على هايتن، والسعادة اللي احنا كنا فيها بوجود بوكيمون اسطوري على فرقتنا تندثر. يعني مش عارف اقول ايه، لازم اخد بالي لازم اخد بالي. طيب هايتن بسلام وبأمان، نقدر نستمر سوا سوا. نتأكد بس هنا مش فايتنا حاجة. يعني الرايت بوكيمون برضو لزاز، الخاصية دي كانت لذيذة قوي. ناخد ايتم من هنا اكس اتاك، ونشوف ايه كمان ايه كمان. حاول اشوف يعني كل الايتمات المتاحة لنا. استنى هنا في، انا واخد بالي اظن ده تكملة طريقنا ولا ايه. سامسون اوك هيجي هنا يوقفنا ماشي. يقول لنا we keep running into one another، احنا بنقعد نقابل بعض. When I'm feeling stuck with my research into regional variants and totem Pokemon, that's when I come out for a spot of mantine surfing. فبيقول لنا انا كل ما بحس انه دماغي اتشغلت بحب اجي دايما للمكان اللي فيه المانتين سيرفينج. طبعا احنا عملناها قبل كده لو فاكرين. هل هنلاقي اي توتم ستيكرز هنا ولا هنا؟ ده سؤال. استنى كده، هو ده، هل دي تعتبر منطقة جديدة؟ ثانية واحدة، لانه ده ممكن يكون انكاونتر جديد. ممكن ده روت 12 وده اسمه يا عالسخافة يا عالسخافة. لسه هقرأ اسم الروت ام ايه؟ طلعت الرسالة بتاعت الريبال خلص. هي مقفولة يعني، بصوا هي مقفولة. نخلص المباراة دي ونتأكد، لانه لو 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 ده انكاونتر جديد ان شاء الله نقدر ان احنا نستفيد منه ونضيع، يعني نعوض، سوري مش نضيع، نعوض اللي فاتنا في السليجو اللي احنا كان ممكن نمسكها. ليفل 36 تاني، فعلى اقل الليفلات متقاربة دلوقتي. اكوا جيت هتعمل دامج جامد طبعا، بس مش هتخلص على هايتن برضو، هايتن عنده دفاع عالي جدا. وسيكرت سورد هترد صاع صاعين ثلاثة عشرة وتخلص عليه. ماشي يا عم هايكر سيارة ماشي. نرجع بقى نجرب بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف هنا أولى بيتش. أنا عايز أتأكد بس إنه مفيش أولى بيتش تاني قدرنا ناخد عليه إنكاونتر. لا مفيش، دي تعتبر منطقة جديدة. كويس جدا، هايل هايل قوي قوي. تعالوا بقى نجرب ناخد إنكاونتر جديد سواء بالسيرفينج أو في الباريز اللي هناك دي. طبعا السيرفينج واضح إنه مينفعش، السيرفينج واضح إنه مينفعش. هل أصلا في إنكاونترز ينفع ناخدها هنا؟ لأنه مفيش مكان للصيد. ده ريفايف هنبيعه طبعا لأنه ملوش أي لازمة في النازلوك تشالنج بتاعنا. هشوف بس معانا كام باتل بوينت أو بيتش بوينت، سوري معانا 6، ما تجيب لناش أي حاجة. إذا إحنا هنجرب ناخد الباريز الموجودة هنا دي، ولو طلع لنا منها بوكيمون وكان شايني هنمسكه إن شاء الله. فيبوريون شايني، فيبوريون شايني، حلو جدا جدا جدا. طبعا برضو يعني استعدادا يعني ممكن ما نعرفش نمسكه. هنحضر اسم حد من متابعينا الحلوين ونشوف بس. سعد ممكن ينزل هنا، سعد فيبوريون لو انا فاكر صح عنده سبيشال ديفنس عالي جدا جدا، فاحنا ممكن نعمل حاجه زي شادو بول. كويك اتاك مش هتعمل حاجه علينا. طيب انا خايف اعمل شادو بول اموته. طب اجرب اعمل سبور. بص انا اقول لكم على فكره الطف شويه، هنجرب نعمل سبور وهنجرب بعدها نعمل حاجه زي الكوره اللي احنا معانا، كنا الدايف بول. باين الدايف بول بتشتغل كويس جدا على البوكيمونات المائيه، فاحنا هنجرب يعني ان شاء الله تنفع.
سبور او حاله النوم بتزود جدا فرصه الامساك بالبوكيمون، ولكن ده ما حصلش هنا للاسف. اتاكد برضو من السبيشال ديفنس بتاع فيبوريون، لان انا متاكد ان هو عالي جدا. فيبوريون هو مش عالي جدا بس عنده اتش بي عالي، وكذلك يعني سبيشال ديفنس محترم قوي، 130 اتش بي و95 سبيشال ديفنس مش قليل. فاحنا هنجرب مره تانية، بس الاول الفكره بتاعتي للاسف باءت بالفشل، وهنرمي توكلنا على الله بقى. يعني لو الجينجر ده انا مش عارف برضو ممكن انزل بمين، ننزل بسلطان مثلا؟ هقول لكم احنا هنجرب كوره كمان، نجرب كوره كمان من الدايف بول دي، معناش حاجه احسن منها. معانا النت بول بتشتغل برضو على الواتر والباك تايب، فنجربها برضو، نجرب إذ ربما تنفع. والله ما نفعتش هنعمل سبور وهننزل ليه سلطان. هو أنا لما بقول الخطة أنت بتخاف ولا أنا؟ كان مفروض أكمل الخطة الآخر. طيب بيكون نعمل أكوا رينج وإحنا نعمل سبور ونبدل لسلطان، ونعمل حاجة زي ميتيور ماش، مفروض أنها ما تموتش الفيبوريون ده خالص. فتعالوا أدي أول خطة أو الجزء من الخطة، ننزل لسلطان وده تاني جزء من الخطة، وتالت جزء إن إحنا هنعمل الماتل كلاب بتاعتنا، يعني resisted hit not very effective. فيبوريون صحي، طيب ما يجراش حاجة، ما يجراش ما يجراش، نقلل بس ال HP بتاعه كفاية وإن شاء الله نقدر إن إحنا نمسكه. فهقلل بس ال HP ونمنتش كده بسرعة. ماشي، HP الفيبوريون دلوقتي قليل جدا، فهنحاول عليه تاني واحدة نت بول، ان شاء الله تنجح، ان شاء الله تنجح المره دي يا رب. واحد اثنين ثلاثه، يس اخيرا اخيرا امسكنا بفيبوريون، وزي ما اتفقنا الاسم هيكون من نصيب شادو، او شادو، هو اسمه شادو على يوتيوب، او انت اسمك شادو على يوتيوب، وحاطط صوره اظن ده حد من، هو حد من انمي بس بوكو هيرو تقريبا، ممكن تأكد لي في التعليقات برضو. وتعالوا نشوف الفيبوريون الستاتس بتاعته هتبقى عاملة ازاي. مش ما اعتقدش ان احنا هنضيفه لفريقنا دلوقتي خالص، لانه يعني احنا معانا واتر تايب جامد قوي، اي نعم هو معهوش اي هجمة مائية دلوقتي لسه، بس ان شاء الله مسيره يتطور ويتعلم هجمة مائية يعني. فادي بوكيمون مسكناه، وهناخد الباريز بتاعت اللي كان بيحرسها يعني، طبعا يعتبر في العادي ده بيبقى كرابرولر زي ما انتوا عارفين، ولكن ايه بيتغير. ومن هنا نقدر نطلع سوا تاني على روت 12، وهنكمل طريقنا للمدينة الجديدة. ولا ده روت جديد؟ ده روت 13. نهاردة انكاونترز جالور، كمية بوكيمونات جديدة نقدر نمسكها رائعة، ولكن شكل هاو كده الأول هيتحدانا في مباراة، هيدينا ماكس بوشن، ده مش هيفيدنا يعني دلوقتي حالا في حاجة. جلاديون كمان هيتدخل، سايلنس از جو بيقول له انت عمرك ما سمعت عن انه السكوت من ذهب يا هاو؟ هو هاو رغاي قوي، هاو رغاي قوي. جلاديون بيقول ان هو جلاديون لو تاخدوا بالكم هو ضد تيم سكال، برغم ان هو شكله يعني صايع وبتاع شوارع، الا ان هو ضد تيم سكال، هو مش منضم لهم، ما تخلطوش الموضوع ده، هو عايز يمنعهم ان هم يعملوا اي مشاكل. ف there is it has the potential to summon pokemon so terrifyingly strong that you don't even know if something like that happened it would be a disaster for Alola. بيقول لك يعني ان هم في طريقه ان هم ممكن يستدعوا بوكيمونات اللي احنا بنتكلم عنها بتاعت الخارج الفضاء دي، وهتبقى اللي هو بيتكلم على كوزموك طبعا. If you do know where Cosmog is or if you do find anything out just keep it safe. فملخص الكلام ده ان هو خلوا بالكوا تيم سكال ما ينفعش يحصلوا على كوزموج، لانه عنده القدره على ان هو يستدعي بوكيمونات من الفضاء الخارجي، والبوكيمونات دي طبعا بالغه في القوه. خلوا بالكم على كوزموج، خلوا بالكم على ليلي، وبس هو ده ملخص الكلام. وهو الحمد لله هيمشي من غير ما يطلب مننا مباراه جديده، ولو في منطقه نقدر نمسك فيها بوكيمون جديد طبعا هنعمل ده، بس الاول ناخد ستيكر ده رقم 38. ندخل برضو نتفقد كده جوه الحاجات دي، يمكن نلاقي ستيكرات تانية. وطلع للأسف لا مفيش حاجة هنا، فهنكمل مع بعض على روت 13. ناخد بس الأول الايتم دي مونستون، ما عندناش حد في البوكس محتاج يتطور بمونستون،
بس يعني كويس ان احنا لقيناها برضو للاستخدام المستقبلي. ومن الواضح كده ان احنا مفيش هنا اي جراس نقدر نقابل فيه بوكيمونات، ولكن انا خدت بالي انه في زي منزل هنا كده هيودينا على الحتة دي، نقدر نرمي السنارة بتاعتنا هنا بقى على طول، نسمي الله يمكن يطلع لنا بوكيمون تاني. بسم الله يا رب يطلع شايني. يلا بينا نشوف شايني بانلبي. ممتاز جدا، لانه لو معاه الهيدن ابيليتي بتاعته اللي هي هيوج باور، البوكيمون ده هيبقى كويس جدا جدا. فتعالوا نشوف، هنرمي عليه كويك بول كالعاده الاول، نركز بقى المره دي. ادي الكويك بول وندوس يوز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب. ها 2 3 يلا يلا بقى يلا بقى. وايوه بقى، ويا جماعه يا جماعه، البانلبي ده اسمه مستر ار، واللي انا اكتشفت انه مستر ار دي اختصار مستر رايت. هو بيجي يحضر البثوث كتير قوي بصراحه. مستر ار بشكرك على متابعه البثوث ومتابعه اي محتوى على القناه. طبعا مفيش اندرسكور هنا، فاحنا ممكن نعمل هايفن بقى وخلاص، او شرطه يعني، ونعمل مستر ار اهو ينضم ل خلي مستر ار دلوقتي في البوكس، ولكن هنشوف بعد كده ان شاء الله لو هو معاه هيوج باور ده هيبقى بوكيمون كويس جدا 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 لينا. هنا في ايتم جارد سبيك مش لازمه برضو، ونقدر نوصل مع بعض على وجهتنا التاليه على الشمال خالص. هنا احنا فاضل لنا توتم ستيكر واحد بالمناسبه، ونقدر نحصل على توتم بوكيمون جديد. لا مش باقي كتير. تابو فيليج هي الوجهه الجديده، وكنت افتكر والله انه بيبقى فيه هنا يمكن ستيكر ولا حاجه، ولكن واضح انه مفيش. والدنيا بتمطر هنا طبعا يا سليجو، لو كنا مسكناك وعايزين نطورك. يلا معلش، هنا الطريق بتاع البوكيمون ليج، ولكن طبعا ما نقدرش نتسلقه غير لما نبقى خلصنا كل الترايل تشالنجز بتاعتنا. وهو بيحكي لنا ان البروفيسور قال له البوكيمون ليج ان اذر ريجنز، في الاقاليم الاخرى عندهم 4 مدربين اقوياء جدا وبيسموهم الاليت فور، وده مش هيبقى مختلف خالص هنا طبعا في اقليم الولا. يعني الفرق بس في اقليم الولا، وكان لا من الجيل السادس كمان في اقليم كالوس، انه الواحد كان ممكن يختار الترتيب اللي يعمل بيه المدربين، ما كانش مجبر ان هو يمشي بترتيب معين زي في الالعاب السابقه. فدالس هنا بيقول this is Tapu Village we will need to investigate it quite thoroughly، احنا محتاجين نعمل ابحاث هنا قويه جدا، لانه وفقا للتقارير يبدو ان نكرازما عمل مباراه او كان له مباراه هنا ضد البوكيمونات التابو الاربعه، و اللي هم كانوا عايزين يسرقوا منه الضوء بتاعه. Maybe the case that power which came pouring out of the ultra wormhole at that time is what changes Pokemon's regular moves into Z moves. فيمكن يكون ده السبب انه الطاقة اللي انبعثت من المباراة دي هي السبب في انه البوكيمونات تقدر تستخدم الZ moves لحد وقتنا الحالي، ولذلك هم عايزين يعملوا ابحاثهم طبعا. هفوت باقي الكلام بصراحة، ما اعتقدش يعني انه في حاجة اهم من كده اللي اتقالت. هيقعدوا يعني back and forth زي ما نقول كده، رايح راجع في الكلام، مفيش اي حاجه جديده. ماشي يا سيدي، ودول الالترا ريكون سكواد كالعاده، وهاو هيطلق سراحنا اخيرا. تعالوا نعمل هيلينج بسرعه لفرقتنا قبل اي حاجه، وطبعا هنتفقد المتجر اللي في البوكيمون سنتر ده لعل وعسى يبقى عنده ايتمات حلوه. هنبص هنا على المتجر ده، هو دايما العلمين اللي بيكون مختلف، عنده فيري جيم مش وحشة، باج ميموري، ريد فلوت، شاتشل، روك انسنس، سوفت ساند. السوفت ساند حلو، هنشتري منه لانه ممكن نديله سوامبرت يقوي من قوة الهجمة بتاعة ايرثكويك. كاميرا بتايت هنشتريها برضو، ولا اعتقد ان احنا نحتاج اكتر من كده. ممكن نشتري من الراجل ده حاجة زي الكويك بولز لو عنده، او الالترا بولز. شكله ما عندوش كويك بول، ما عندوش كويك بول. لا خلاص هنشتري الترا بولز. احنا معانا 9، نزود شوية ما يجراش حاجة، ونكمل مع بعضنا تاني. نطلع على وجهتنا التالية في تابو فيليج،
هل ممكن ناخد انكاونتر جديد؟ ده روت 14. ده طريق جديد. ده الطريق اللي يودينا على الجوست ترايل. خلي ده للمرة الجاية، خلي ده للحلقة الجاية، وخلينا دلوقتي تابو فيليج فيها أصلا مكان لإنكاونتر، يبقى ده إنكاونتر جديد فعلا. أوكي يلا بينا، يلا بينا نجرب حظنا. هل هيطلع لنا شايني ولا لأ؟ السؤال يبقى. نو سباس، الحمد لله مش شايني، الحمد لله مش شايني، والله العظيم بجد أنا مبسوط. يعني نجرب مرة تانية ونشوف هل هيطلع لنا حاجة شايني ولا لأ. بسم الله، مفيش فايدة، هو قافش فينا. طيب هنمسك شايني نوز باس وأمرنا لله ورجلنا فوق رقبتنا زي ما بنقول كده في مصر، يعني بمعنى آخر. وإن شاء الله الكويك بول تبقى كفاية، يعني هو الشايني بتاعه لذيذ ذهبي، مش أكتر حاجة بحبها في الدنيا، بس ماشي تمام. المفروض نسميه ميريا سلسبيل، بس أنا ميريا أظن عندنا حد مسميه ميريا، بس أنا هسميه دلوقتي بشكل مؤقت، ويمكن لو لقينا أنه عندنا في البوكس حد تاني باسم ميريا هنغير الاسم لمتابع آخر إن شاء الله. سويتس دانس، لا هنعلمه سويتس دانس، بس هنشيل إيه مكانها، ده المشكلة. الكوفرج الآيس حلو قوي، بس إيرثكويك جامدة برضو. خلينا نشيل ايسيكل كراش، كده كده هي تي ام معانا، لو حبينا ان احنا محتاجينها ممكن نبقى نعلمها له في وقت لاحق. وفي نفس الوقت برضو احنا هنشكر هايتن على كل المباريات اللي قدمها لنا الحلقه دي، لان احنا هنبدل مقدمه الفريق بتاعنا ممكن مع حد تاني من فرقتنا زي مثلا جوكر او حتى نسيت اعمل نيك نيم. طيب ان شاء الله افتكر من هنا الحلقه الجايه. بس ميريا انت هتكون النوز باس بتاعنا لو مفيش بوكيمون تاني متسمي على اسمه. هنخلي سعد في مقدمة الفريق دلوقتي، والراجل ده واقف هنا، هل بيدي تي ام مثلا او حاجة زي كده؟ تعالوا نشوف هيدلنا. you have 19 تي امز، بس كده خلاص، هو ده اللي قاله هنا. ماشي سيدي، متشكرين. ممكن نركب على ظهر تورس عشان ننجز شوية في الحتة اللي جاية دي. وهنا روت 15 برضو، ده انكاونتر جديد برضو، خليه الحلقة الجاية. بقى احنا عندنا روت 14 وروت 15 للحلقة اللي جاية ان شاء الله. ولكن لو دخلنا المبنى ده هنلاقي انه تابع لمؤسسة ايثر، الايثر هاوس، منزل ايثر. هيطلع الولد والبنت الصغيرين دول وبيقولوا ان احنا نخش في مباراه، فبيقول لك ليه we'll protect our home when ace rolls away. ace roller هي في العادي اللي بتحرس المنزل ده، فالولد والبنت دول قرروا ان هم يحموا المكان مكانها او في مكانها. يعني توكسيك روك هينزل. توكسيك روك بوزن وفايتنج كويس قوي، ان احنا معانا جانجر في المقدمه، لان انا اقدر اعمل عليه شادو بول ونخلص عليه على طول. فادي واحدة، يمكن شادو بول واحدة او اثنين. يعني جانجر بالكريتيكال هيت، يعني جانجر قال لك لا، انا مش هديله فرصة. يمكن البنت الصغيرة كمان تدخل في مباراة. لا كويس قوي، اذا احنا كده هزمنا الولد والبنت دول. ايسر ولا هترجع هنا وهتقول للولاد انا رجعت. تدايما looks like I finished up my shopping spree right on time. واضح ان انا خلصت الجولة اللي انا رحت اتسوق فيها في الوقت المناسب. فبتقول ايه، انتوا قابلتوا الاولاد؟ فهو يقول لها قابلناهم في مباراة، بس فين ليلي؟ فايسر ولا تقول انها سابتها مع هابو وهما جايين مع بعض قريب. Why don't we get those trials done first؟ ايه رأيكم ان احنا نروح نعمل الترايلز بتاعتنا قبل اي حاجة؟ هل هو ده كل اللي مطلوب علينا نعمله في الزيارة للأيثر هاوس؟ خلينا نتأكد برضو، إذ ربما نلاقي ستيكر هنا ولا هنا مستخبي. ناحية التانية أنا عندي شك، يعني عندي شك إن إحنا هنلاقي ستيكر أو آيتم مفيدة، وللأسف شكوكي ما كانتش في محلها. طيب هنخرج من هنا وأول ما هنخرج هتقابلنا ليلي. What do you think you're doing? Stop it right now. بطل اللي انت توقف عن ما تفعله.
فطبعا يور باج واز موفينج هنا واحد من فريق تيم سكال. والحاجه اللي جلاديون حذرنا منها بالظبط على وشك انها تحصل, ولكن طبعا احنا هنتدخل علشان نوقف الاستاذ ده عند حده. تحدي تاني ومباراه تانيه, تعالى هنا عكشك علشان انت ما ينفعش تسرق البوكيمون ده. شوف بقى معاه سول جاليو اصلا, هو معاه سول جاليو اصلا. ايه الصدمه دي؟ ده برنامج الصدمه اللي احنا فيه. طيب سول جاليو ليفل 37, نقدر نعمل شادو بول ونخلص عليه, نقدر نعمل شادو بول ونخلص عليه. بس السؤال هنا, جوكر يقدر يواجهه احسن ولا لا؟ او سامر حتى؟ بصوا انا هجازف, ان شاء الله شادو بول تبقى كفايه. جنجر انا واثق فيك, جنجر انا واثق فيك, انت لسه عامل كريتيكال هيت الماتش اللي فات. يا ساتر يا رب جنجر. لا 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 لا, انا كنت واثق فيه, انا كنت واثق فيه, بس هو ما كانش واثق فيه. وادي جنجر يا جماعه, ادي جنجر راح مننا. يلا معلش, لا نملك سوى ان احنا نسكت. يعني ضيعت انكاونتر وضيعت جنجر من ايدينا النهارده. يلا معلش, ان شاء الله الحلقات الجايه نعوض بانكاونترز احسن من كده وتعوض الكلام ده. وانا سوى الدورابل دراوزي, ذات واز انف فور مي. دراوزي احنا معناش دراوزي, ما علينا. ليلي هنا تشكرنا طبعا, وهي بس تقول ان انا كنت عايزه اتمشى وطلع عليا واحد من المدربين بتوع او العصبجيه بتوع فريق سكال, واحد ادلنا 5 لاكجري بول ممكن نستخدمه الحلقه الجايه. عندنا 2 انكاونترز على الاقل ان شاء الله. عايز رولا هنا تتدخل وتطمن على ليلي, واتس ذا ماتر يو لوك اول بورن اوت, ايه اللي حصل لك؟ فهتحكي لها طبعا انه وانا في جايه كنت بتمشى مع هابو وسرحت منها وطلع عليا الفريق بتاع تيم سكال. وليلي هتقول لي احنا انا مستنياك على روت 14 لانه ده المكان اللي هيكون فيه الترايل اللي جايه ان شاء الله. هنوقف لحد كده, هنرجع طبعا بس للبوكيمون سنتر نودع هناك الجنجر بتاعنا. بجد والله مش عارف اتكلم, يعني الواحد كان معاه فرقه محترمه, ولكن كان المفروض ما ثقش في جنجر, كان المفروض ما ثقش في جنجر. اذا ناخد من الجنجر الايتم بتاعته ونقول له الوداع يا صديقي, الوداع يا سعد, ولحد ما اشوفكم في حلقه جديده من بوكيمون الترا سان شايني راندمايزر نازك تشالنج على قناه بوكيمونيان. انا كنت بروفيسور بيبعم, اشوفكم على خير. هلا بكم على نفسكم لحد وقتها, وسلام.